وفي القبر ثابتي وفي الحشر آمني وعلى الصراط جائزي وفي حوض والدي النظر إلى وجهك الكريم واحشرنا في زمرة المتقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم مؤسس هذه الزاوية Thank you.